خلونا دلوقتي نستعرض معاكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت كمان سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى الأعلى. عند نفق الملك الصالح هنلاقي وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. بالنسبة للكورنيش من مظلات إلى منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم محافظة الجيزة وفي سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ونفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان وكمان عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة. ظهرت كثافات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة طبعا ده بسبب بعض أعمال التطوير. كمان شهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة وانتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم. ظهرت كثافات متحركة للقادم من مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر وكمان مدينة الإنتاج الإعلامي. لكن ظهر التباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم. نروح معاكم محافظة الإسماعيلية هنجد أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. طريق كمان على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. أما الطرق أو الطريق المتجه إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرورية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياضة هنلاقي فيه سيولة مرورية وفي كمان كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. في كثافات مرورية لكن هي غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة لإطمئنان على حالة المرور خلونا نتابع مع حضراتكم كده حالة الطقس عن النهاردة. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 36 وأقل درجة حرارة في مطروح 32، لكن كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها بتوصل 43 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.